بسم الله وتوكلنا على الله والنبي رسول الله. هذه القصيدة من عند الشيخ علالة الفنان 2020 شهر 6، وهالقصيدة غادي تبقى تاريخ، تاع من هذا التاريخ هي كورونا. ولني هذه ما عرفنا واش كورونا ولا كنورا ولا كولونا، يعني بنادم هذه كورونا دخلتنا للكوزينة، دوك راك تطيب معانا تاكل معانا تشرب معانا توالفنا معاها. ولكن الناس اللي كيفهموا وعندهم ضمير، هذه راها علامة نتاع الله سبحانه عز وجل باش بنادم يتكاكا ويولي شوية للحقيقة. إلا بنادم كان غالط يتراجع شوية ويفكر يكون عنده دماغ. وهالقصيدة اللي غادي نهديها لكم يا شباب يا المغاربة جميع العرب كتبقى تاريخ، تاريخ الأصول الموت والحياة. كيفاش غادي نقول فيها هالقصيدة؟ هذه علامة جاتنا من عند الله، وتكون هذا المرض من عند الرحمن. من الصين بدأت يا عباد الله، ونسيتوا ما قال ربي في القرآن. جا كورونا الخطاب سمعناه، جانا تقرير قال دخلوا للمكان. كورونا صعيب وإحنا يخفناه، وبالفيروس السارق على العالم. ناضت الرهباء في عباد الله، عادوا يجريوا على الدقيق عند الدكان. يعني ناضت الرهباء نهار اللي قالوا غادي يتبلع كل شيء، كان الراجل اللي هو مرتاح صرف مليون جمعة ما عرف ياكله ولا فيما تجرى كورونا. ما دخل. ناضت الرهباء في عباد الله، عادوا يجريوا على الدقيق عند الدكان. كذا من الدوال ما جبروش دواه، الحجر الصحي وذكور الرحمن. تبلعت الطرقان والحدود معاه، ما شفنا طيرات روق شق غيام. طبا مختصين كي حاروا في دواه، سعدة اللي كان يقرأ في القرآن. واللي كان مريض هذا الضر ده ما شافوه لا ولاده لا جيران. يا بنادم توب أدي حكم الله، جات التعليمات ظهر الحق وبان. راني نبكي يا الخوحة اللي مقواه، الناس اللي ماتوا غادروا هذا المكان. ريض القطار والكيران معاه، حسن عون اللي راه جاي في البلدان. بلعوا مداريس وجوامع معاه، ما شفنا تراويح دول في رمضان. هذا قرن 20 وإحنا لحقناه، وشوفوا ما راه يصرف الزمان. هذه يعني العلوان ديال القصيدة اللي كان هديها، صغيرة وزينة وفائدة للناس اللي كيفكروا. والإنسان كيخصو يولي للحقيقة، قال لك العجب والعجب جب، النحاس غطى الذهب. إلا وش الوقت الحق في هذا الوقت يقول لك أنت تكذب. قال لك اللي يبغي تبغيه، وما تشرب وحتى تصفيه، وفراشك نقيه، اللي يبغاك بغيه واللي كرهه نزيد وخليه. آه يا الغالط يا الغالط، شوفوا ما راه يصرى في الزمان. قللنا الإيمان وكثرنا الحرام، وبنادم زايد لجهنم، وكورونا عطاتنا تعلام. الإنسان باش يرجع يزيد قدام في دين الله والرسول اللي وصانا زين الآلام. قالوا لي نو التدوي دواوني بلا هوايه، خصني اللي يفكر في هذا الكلام ماشي غادي يقيسو. قالوا لي نو التدوي ودواوني بلا هوايه، لقيت الدين تخرب لا جوامع لا قرايه. ضربت الكف على الكف وخممت في الارض ساعه، لقيت قلت الشي ترشي وتخرج من الجماعه. الا عندك المال، الا داروا اسبوعي الغاولك، الا داروا عرسي الغاولك، الا داروا طهاره الغاولك، الا كان غير عشا بسيط الغاولك، زيد اسيد الحاج والله ما كان نساوك. بعد هنا على السدادر، بعد على الناموسيه، بعد فوق التلفازه واخا بلازمه ولا لازمه ولا كيقولوا لباباها، بعد فوق بوطاكاز واخا شعله ما تقدركش المال. ولا عندك ما عندكش راك مسكين سامي بيدو الصليح. كما يقولوا اللي عنده المال يحضم التجار، يسوي الكلمه والزواج عطاوه ليه. واللي ما عندوش ذاك الا خرار، تكرهوا لو كانت تكون بنت عمو من قربيه.
عشقة مول المال عبد بلاد حرار والكورية كل يوم تهيض عليه الليلة تغوه النساء لفعات كبار لا طالب لا طبيب للسمي داوي واللي رقبة يلقطوا له في السحار ما يهدر ويقول ويشوف بعينيه أنا شفت العقاب حقروه العطيار ولد الهنا كل يوم يهد عليه خطرة خطرة يجي حاير بالمنقار يبقى مسكين غايد وبالفي عينيه ما صايب جهد ولا قيقة دار قلت الشي خرجت من وطني والسلام عليكم مهدية على القصيدة وهذه ديال 2020 وكورونا ما تنسوها شادي تبقى في التاريخ وخان موتو يعني تاريخ 2020 ما تنساش عقل عليها شباب نساء رجال يعني ما تمشيش من البال هذا التاريخ هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما ننساش أصحاب الخارج ما ننساش المغاربة اللي راهم في فرنسا هولندا بلجيكا الألمان ميريكان جميع العالم اللي مساكن كاين اللي انقطعت به غير ملي اللي مشي يجيب الصوالح انقطعت به ولكن الله يرد المال مجراه والعبد المولاه السلام عليكم ورحمة الله.